الساتورنيليون عند القرنين هو شخصية تاريخية وغامضة ذكرت في القرآن الكريم في سورة الكهف، ويعتقد أن اسمه يعود إلى القرنين اللذين كان يزينان خودته، أو أنه كان يحكم مملكتين. هنا قصة مفصلة عن ذو القرنين. كانت لديه رحلة طويلة مع العديد من المغامرات والتحديات. بدأ ذو القرنين رحلته من مغرب الشمس، حيث وجد قوما يعيشون في مناطق مظلمة، وكانت حياتهم بسيطة. ثم وصل رحلته نحو مشرق الشمس، حيث وجد قوما يعيشون في بيئة صحراوية قاسية. وفي كل محطة من رحلاته ساعد ذو القرنين الشعوب التي التقى بها، وأرشدهم للعيش بطرق أفضل. ولكن المغامرة الآن كانت عندما وصل إلى مكان بين جبلين. هناك وجد قوم يشكون من هجوم يأجوش ومأجوش. هم قبيلتين همجيتين كانت تهاجمانهم وتدمران أراضيهم. طلب القوم منذ القرنين المساعدة في بناء حاجز قوي لحمايتهم من يأجوج ومأجوج. فاستخدم ذو القرنين الحديد والنحاس المداب لبناء سد قوي بين الجبلين. وطلب من القوم مساعدته في جمع المواد والعمل على بناء الحاجز. وبعد إتمامه أتم حماية القوم من هجمات يأجوج ومأجوج. وذو القرنين كان قائدا حكيما وعادلا، قضى حياته في خدمة الناس ونشر العدالة والسلام. وتعتبر قصته درسا في القيادة والنزاهة والأخلاق العالية، وهي ملهمة لعديد من الناس حول العالم.